بيت إيجار، ثلاثة يتامى، مش معي، والإنسان أمية، أروح عند من؟ أشكي من؟ لا مجيب لنكبة هذه الأسرة التي فقدت عائلها، ولا لهؤلاء الأطفال الذين التهمهم اليتم. إلى من يهمه الأمر مطلع رسالة لا يبدو أنها أثارت همة المسؤولين، ولا من شنوا الحرب في عدن قبل قرابة عامين وما زالوا في باقي محافظات الجمهورية. الوضع المعيشي لأسر الشهداء هو الجرح البارز في المشهد وفي أجساد الأطفال، أما في أرواحهم فالجروح أعمق غورا، كما يمثل عدد كبير من أيتام الحرب إشكالية اجتماعية تتمثل في عدد من المخاطر التي تكتنف حاضر هؤلاء الأطفال وتنتظر مستقبلهم. الآن الأيتام يعني يعتبروا بعضهم من ضمن أطفال الشوارع، يعني انخرطوا في العمالة، عمالة الأطفال، ممكن يستخدموا مجندين، ممكن يستخدموا مع أي جماعات إرهابية. وفي ظل تردي المنظومة التعليمية وإفرازات ثقافة العنف خلال الحرب، هناك من يرى المآلات أكثر مأساوية، فالجهل والفقر قد ينزلقا بكثير من الأطفال إلى ديمومة دوائر العنف والتطرف. حالة تمرد عامة تفشت على مستوى معظم القيم، وبخاصة قيمة الطفل. هذه الحالة يبدو لي بأنها هي إحدى تجليات التفلت الأسري. وزارة الشؤون الاجتماعية بهيئاتها المختلفة عليها المسؤولية المباشرة لهذا الملف، مع تضافر كافة مؤسسات الدولة كذلك منظمات المجتمع المدني التي أسست لهذه المهام والمشاريع التي تتلقى بموجبها الدعم من منظمات خارجية، لكن العمل على ملف الطفولة وآثار الحرب عليها لا يبدو أنه حقق منجزا ملحوظا، بل إن حق الضمان الاجتماعي قد اكتفى مبلغه الفصلي الزهيد مع الحرب. المؤسسات الاقتصادية يعني المصانع يجب أن يكون يعني يفضل أن يوجد بند أو من ضمن المخرجات لهذه للأيتام، لأنهم مغالوية الأيتام يعني راحوا وأباءهم دفاع عن الجمهورية، دفاع عن الوطن، فمشكلة كبيرة أن يعيشوا أبنائهم أيتام يتسولون. المسكن والصحة والتعليم حقوق بديهية لكل مواطن في عالم آخر، أما هنا فيتيم الحرب يفتقدها حتى لو كان أباه قد ضحى بحياته من أجل دولة تتنازعها سلطات متقاعسة عن أبسط الحقوق. آدم الحسامي لبرنامج المنصة، عدن.